بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة السلام على شرف المرسلين، أخوكم منصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع تاع اليوم تفادي البيض الغير مخصب. واش معناتها تفادي البيض الغير مخصب؟ أنه كاينين الناس بزاف يحكيو عن البيض غير مخصب، بيض غير مخصب، عام بيض، كل عام نسمع الحكاية هذه ودرت عليها قدام فيديو. الموضوع تاع اليوم هو بغض النظر على وقت التزاوج المبكر، لان مازلنا ما دخلناش في وقت التزاوج، كاين اللي يدخلوا دركا في جونفي، لا باس. البيض غير مخصب اسبابه راح نشوفوا اليوم. اكبر سبب في البيض غير مخصب هو الريش اللي زايد جهه الجهاز التناسلي. درك نشوفوا مع بعضنا كيف نحيو الريش هذاك. تذكير، كاين الريشه انتنسيف وكاين الريشه شمال. ريشه انتنسيف فيها نوعين، كاين الريشه طويله كي تنحي تنحي ابان برك، تنحي شويه برك. كاين الريشه اللي قصيره ما كان لها تنحي. كاين الريشه شمال اللي الريشه قصيره تنحي شويه برك، وكاين اللي ريشه طويله تنحي بزاف. درك نشوفوا الطريقه بلا تفلسف بلا والو. كاينين بزاف اللي يقول لك نحي على شكل رقم 7، درك نشوفوا الطريقه راهي سهله خلاص. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه الوسائل اللي نحتاجوها، مقص. من الاحسن المقص يكون المقص تاع الحلاق، تكون كاليتي مليحه، يبدا من 25000 وطلع. هذا شريته انا 25000، هذا هو المقص اللي نستعمله. علاه؟ يكون لمضو الامام اللي هنا على الراس، كاين لمضو، يكون ماضي مليح. مقص. كاينه وسيله اخرى وهي الكوبونغل. الكوبونغل باش نقصوا الضفارتين تاع تاع الانثى وتاع الذكر. ثالث حاجه، عقم يديك، عقم يديك بالمعقم. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وما تنساش زر الاشتراك. اللي مازال ما اشتركش في القناه يضغط زر الاشتراك ويدير لنا جامع الفيديو ويبارطاجي الماكسيموم باش توصل الفايده لخاوتنا. مليحه لخاوتنا، فايده كبيره بزاف باش يتعلموا تربيه الطيور، ومليحه للقناه باش تزيد توسع اكبر. مثال انثى كونسور هكذا، ديجا كاين بوراس جهه تسمى الريشه راهي طويله. هو الحاجه الاولى، كاينين ثلاث اقسام تاع الريش. كاين الريش اللي يجي هابط منا، وكاين الريش اللي يجي، كاين الريش اللي يجي هابط من فوق لهنا لتحت، وكاين الريش اللي يجي على الجناب هكا وهكا. تسمى انت كي تنسف لهنا كينسفو، عفوا، الريش واش يكون؟ يكون دائرة، يكون دائرة. انت ارواح مع الدائرة هذيك، الدائرة هذيك كيف دير؟ قص الجهة هذه، زيد قص منا، زيد قص منا، وقعد قدام الساكس اللي هنا بالعقل باش ما تزقيش، وتخلي هذاك الاخر الريش اللي جيت الساكس هذاك تخليه اللي جيت الجهاز التنازلي. علاه؟ تخليه لتما باش هو اللي يوجه الحيوانات المنويه اللي تخرج من الذكر، هو اللي يوجه الحيوانات المنويه اللي تعود داخله عند الانثى. درك نشوفوا مع بعضنا كيفاه نقصوا الريش. Thank you.
هادي باش نحيت غير الكمة تاع البوراز برك اللي لاصقه في هاي الطريقه كيفاه. كاينه ملاحظه، كاين المرفق تاع الرجل، المرفق ما بالك الرجل تاع الطائر قاعده كي اليد تاع الانسان، المرفق تاع احذر منه تقيسو بالمقص لان المقص قادر يكون ماضي، وكاينين المقاص اللي تلقاهم ماضيين بصح كي يقيسو حاجه لحم والله ما يديروا والو، هذوك كاليتي ثاني تاع الحفافه ملاح. ما تحتاج لا سرعة لا والو، قص بعقلك لأنه حاجة مهمة بزاف، والموضوع هذا راه دارو قداه المربي، خليلو لهنا الريش هذا تاع الجهاز التناسلي خليهولو ما تقيسوش، لأنه هذا هو اللي يقيد الحيوانات المنوية باش تدخل في الأنثى. وبالنسبة للإناث كاين الديل خاصة في كناري غلوستر والله في الكراست والله في النرويج، كاين الديل نقص منه على الأقل 1 سنتيمتر والله 1.5. هذا الديل. وبالنسبة تاني للضفار لازم تنحي الضفار تاع الأنثى، علاه؟ باش تيفيتي انهم يحصلوا في الشعرة تاع العش في وقت ريبروديكسيون في وقت الانتاج. كيف تنحي؟ كاين الظفر، الظفر كاين فيه واحد العرق، ايفيتي العرق هذاك ما توصلوش وقص، ما تخليش روح توصل العرق، بس كون توصل تقيس العرق راح يقيس يخرج الدم و وتمرض يمرض الطير وقادر تسبب له انفيكسيون. نعم هذا بالنسبه للانثى، هذه بالنسبه للانثى. بالنسبه للذكر، بالنسبه للذكر نفس الشيء في الجهاز في الجهاز التناسلي تاعو نفس الشيء، قلنا عنده 3 انواع تاع الريش، ريش هابط وريش جاي على الجناب، كي تنسف عليه يكون دويره. نفس القصه كيما الذكر وكيما لا الذكر ثاني تقصلو ظفارو، علاه؟ كي يطلع فوق الانثى ما تتخلعش ما يضرهاش. وكاينه حاجه ثاني بالنسبه للذكر والانثى، الذكر اللي يكون عنده الكورونا يكون عنده التاج، ثاني تنحيلو سواء الذكر ولا الانثى تنحيلو على اللي كوطي على عينيه باش يقدر يشوف، لانه كاينه كورونا تكون الريشه طويله بزاف تهبط له على عينيه. هادو الطيور عندهم صعوبه، عندهم صعوبه نوعا ما في العيش، على هذه سخر لهم الله عز وجل الانسان يتبعهم، لانه كيخلقهم الله عز وجل في القفص، جعل الانسان هو السبب في ذلك عن طريق التهجين. الذكر ما كلها تقصلو دفارو. كاين مثال، مثلا طائر رازا، هاي انثيين طائر رازا، كاين انتونسيف وكاين شيمال، هذا انتونسيف وهذا شيمال. شو الفرق في الريش؟ لانتونسيف هذا اللي هنا ما كلاه نحي ديجا العضو التنازلي وقريب يبان، وفي الشمال
نحي شويه برك ابان برك واش نحي نحي الرش اللي يجي هابط كي تنسف دير لك الدويره هذيك نحي شويه برك ابان في جميع الطيور فيريفي ها كاين الريش شويه طويل نحيه ونحيه بالمقص ما نصروش بيسكو يعاود ينوض 20 يوم يعاود ينوض بصح فلان تونسيف مثلا فلان تونسيف هاي عريان ديجا بدا عريان هذا ما كان له نحي وتبقى بالنسبه للضفار وهذيك نفس الشيء كاينه ملاحظه خلاف بالنسبه ثاني للمنقار بالنسبه للمنقار تاع الطيور نلقاو واحد الزايده كون تعود الزايده هذيك تعود ماضيه بزاف هذه ثاني تسبب لنا ثقب في البيض حتى ولو كانت تكون البيضه مخصبه تروح البيضه هكاك خساره حنا ديجا رانا قاعدين نلعبو ناقصين جيب الكوبونغل يكون تقص به الضفار تحطها هكا بصح ما تقفلش ما تخليش يقيس لانه كاين طير يبقى ياكل يخرج في لسانو وتخلط تضربها تحطها بلا ما تقفل تميتريزيها مليح في الجهه الزايده هذيك وتضرب تضرب ضربه خفيفه تتاكد يعود ياكل هو ويخرج لسانو تقيس له لسانو وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى نكون فدت واستفدت بالنسبة للمقنين خليه كيما راه ما تقيسلو لا ريش لا والو ابار الطفار تاعو ومن الاحسن كي تكون الماكلة تاعك مليحة الطفر تاع المقنين مش راح يطوال ليه بزاف يطوال خطرة في العام وسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.